الفاجعه اللي صارت والله شيء قشعر البدن. يقتل امه واخته وابوه حكام بالاعدام. انا جاني الدروغ اللي ولا في البلاد نجم على الفلوس يقتل. ناقم حتى على البطاله وعلى الهم اللي موجود. تونس وخرت برشا 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 برشا. تذبح امك اللي عانيتك وربيتك وبعد تعدي عليها بسكينه ما هو حرام. نطلب من رئيس الجمهوريه ومتاع حقوق الانسان اللي يدافعوا عليهم نقول لهم اللي يقتل امه وابوه ولا اخوه ولا عمه عمدا بسكينه ولا بليجي يحكم عليه بالاعدام. نحكيوا على الفاجعه اللي صارت. الفاجعه اللي صارت والله شيء قشعر البدن. انا كان جيت في بلاصه رئيس الدوله يحكم عليه بالاعدام في باب حر. يقتل امه واخته وابوه حكام بالاعدام. هذا اللي قال لك حقوق الانسان وحقوق ما يجيش منه. مش هو بعث لي شد 20 سنه ويخرج يخرج لبس عليه. شنو هي الحاجه تنجم توصل الانسان يعمل هك في عائلته؟ انا جاني الدروغ اللي ولا في البلاد. الحرقان هذا يحبوا على الفلوس نتاع الحرقه هذا هي اللي هلكت العباد راهي. يعني نجم على الفلوس يقتلهم؟ نجم على الفلوس يقتلهم. اما عائلتك؟ الله غالب كي يشرب حربوش ولا الهم هذا اللي عملوه هنا في البلاد شنو؟ الدروغ كيفاش قاعد يدخل من راهي؟ الله اعلم بناتي اذا في شيء من برا الله اعلم منين يجي يا بناتي. انت كما قلت مثال نجم يكون الدروغ يعني نجم يكون حاجه توفرت له باش يعمل هكا. وتلقاه ناقم 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 حتى على البطاله وعلى الهم اللي موجود. شبيك ولاد مترزين وعاملين وما عندهمش خدمه تحبهم يعملوا. باش تنقم صحيح اما مش امك وابوك واختك. ما عادش يفهم شيء وقتها. ولي مع في حاجه اخرى. وصلنا الوقت ولينا نسمع في حاجة هكا قبل ما كناش نسمع. لا ما كناش نسمعوا بها عمرنا سمعنا بها ما توا سنين هذم العشر سنين اللي هذم هم اللي وليت. العشر سنين تعدوا كيفاش تعدوا من راي؟ تعدوا ولا يوريك ولا يقدر عليك. البطالة في البلاد الغلاء كل شيء كل شيء ولا توا يعني وخرنا ولا قدمنا؟ لا وخرنا برشا. وخرنا برشا. تونس وخرت برشا 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 برشا. زعما في السنين الجاية تنجم تكون خير؟ ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. تونسي توا كيفاش عايش يخلص مثال مليون يصرف 3 ملايين؟ ما هو تونسي عينه محلوله برشا راه. صحيحه في تونسي عينه محلوله برشا يضرب يا اخو شهريه حتى 500 ويصرف 3 ملايين. هذيك تونسي. تونسي عايش كل واحد. لا ما ثماش عايش. نمشي قد نمشي قد قد قياسي عليه واحد بسبات 38 يلبس 40. لا كان نسالك التونسي توا في وقتنا الحالي كيفاش ولا عايش؟ كيفاش الحاجات اللي ولات تعدى نهاره كيفاه؟ نهاره كله تريس على اعصابه التونسي. ولا الضغط برشا عليه؟ ضغط ياسر. خشاشر اتيود كريم ماء ضو الضو في كل يوم يزيد حثيله. البلاد ما عادش ولات هي البلاد ولات حزينه حتى كي تهبط لتونس تشوف حزينه البلاد ماهيش. وصلنا في جوا مطر وبرد وريح وعجاج وغاطه. مليش من المشاكل اللي صايره. الواحد يذبح امه يذبح ابوه. يا اخي منين بجينا المطر؟ كان تذبح امك اللي عانيتك وربيتك وبعد تعدي عليها بسكينه ما هو حرام. مش حرام حرام. من رايك البلاد باش تقدم توا من السنة وانت ماشي؟ ان شاء الله ان شاء الله ثم امل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله وليداتنا واولاد ولادنا ان شاء الله يعيشوا في استقرار والبلاد تريد ومع ثم مشاكل ما بين بعضنا ان شاء الله تولي لاباس عليها. انت شنو الميساج اللي حبيت توصله على الحادثه هذه اللي صار؟ انا الميساج اللي حبيت نوصله نطلب من رئيس الجمهوريه ومتاع حقوق الانسان اللي يدافعوا عليهم نقول لهم اللي يقتل امه وابوه ولا اخوه ولا عمه عمدا بسكينه ولا بليجي يحكم عليه بالاعدام. هذاك الميساج نتاعي. ترى انه لازم الاعدام خاطر هذا ما فيش حتى حل. الاعدام خاطر باش يشد 20 سنه 30 سنه باش يخرج باش يلقى دار ابوه ملك باش يسكن فيها باش يلقى حاجه يعيش بها. والاخوين اللي مشاو ثلاثه لشكون؟ اللي يعمل هكاك عنده وجه بعد اللي يخرج بعد 20 سنه يسد الدنيا كلها.